يا مرحبا مرحبا ترحي بكل عتاد، حيا بدع الجهاد، حيا بدع الجهاد. أعزائنا وأصدقائنا المشاهدين الكرام في قناة المسيرة، نرحب بسيدي علي معرجاني أول مرة يزور اليمن، أول سلام. مرة أهلا وسهلا باك فوق العين والرأس في بلدك الثاني، كنا بلدك الأول بقيت أفن تاري. احنا نرحبك ونحبكم خيرات قوي قوي. انتم تحبوننا لاننا وقفنا معكم، واحنا نرحب بكم. وعذا جاء سيدي الذي قبلك سيدي ايرلو، ايرلو بطنك وراس، ما عاد شا اقول هذا ايرلو ايرلو هذي قتلته. لا هذا كوكر تعب. واحنا نشتي في اليمن قد احنا متشوقين لكم، واحنا هل ننفع ان احنا نوصل لمرتبتكم؟ انا في الحقيقه حبيت اليمن والله، عجبني في اليمن السحيكة هذه اللي يفعلوها، الفحسة والسلتة، الفحسة التي البركان هذا، أيوة هذاك اسم السلتة وفحسة. وعد بقي بنت الصحن، ها بنت الصحن هذاك اللي يفعلها لك فوق الغداء، أها العسل والمشلتة المصري، أيوة ماشي. واسمع عسل وقحطة والله مساكين. أيا شوف وعد احنا نشتي، ما رأيك في الترث حقنا لو نرويك البرتقال معانا؟ هذا البرتقال أحسن برتقال في العالم، البرتقال ها الذي تشكبه لهنا المخدرات، أي برتقال لقد أعجبني البرتقال أول ما طرحته وأنني ورور. أيوة هو ذا حين بعدها شوف أعجبك، شوف عندما بصرت عندما سنا نخزن في الطيرمانة أبصرت هذاك المداعة التتن هذاك من الأصل يغربي لتسه ولا ما كان دكحي يلتو؟ ايوه ما معنى يلتو؟ يلتو توتن يعني يفعلوا بين الماء ويلتو هكذا ويمزوه وبعدها قرقر يعجنوه. ايه هذا يخلي الناس اخوه في اليمن يقرقروا على مداعه واحده. واللي ما اخوه هذا من فم لا فم. انا ما يعجبني من فم لا فم، هذا حالي تخلي التراث والقوه والاخوه قوه القوه. اها انت عندما زرت قبر سيدي حسين انت بكايت؟ انا ابكي لماذا؟ انت انا ضحكت والله. لا ايش هذا سيدي؟ كيف ضعف قتلوه مرتين وضعفروا دمه وزادوا لحقوه، كيف والله يكذب في كذب؟ لا لانه شوف دحين حتى تبصر الطلاب اللي بيدرسوا ما ينجحوش، ونخليهم يصيروا يزيروا القبر وينجحوا. والله تفوقتوا علينا، نحن عندنا هكذا لكن الناس لم يقتنعوا بهذا الاقتناع. احسن شيء اعجبني في اليمن انكم تجبروا الناس على زياره الضريح. وهذه نقطة تحسب لكم يا ملاعي. ايوه لانه احنا بنقري معانا اتصالات واللعبة هكذا ناويك لا اخر اليوم. انا مش شوقين الشعب كله. اعزائنا المشاهدين معانا اتصال، الو. السلام عليكم. وعليكم السلام، نرحب بسيدي علي معرجاني في اليمن. كيف انت وياكم؟ لا هذا لحم الملمحي المملحي. يا سيد علي انت ضيفي. انا يلا ولا من هو؟ ايوه انت بيرحبك. وانت ليش تفعل هكذا؟ لانه ما فارح. انت ضيفي وحدك. لا لا وانا اذبح لك البقر والغنم. لا لا يا لملح لي والعصيد والمضيط والهريش. هذا يقول اوه حبته يا اللي فيها. ايوه يقول اللي انا شفت الحاوري يقلده. الحاوري صاحب الوجه الدائري هو يقلده. ايوه ده الحين متى اجي لك؟ بكره. هذا انت مالك شيء، قوه. أجهز جاهز إن شاء الله. أنا ساعاتي أنا لاحظتك في بعض المقاطع تسبنا يا ملعون. لا هذا قرتوقية لا يدروا. لا قد سبيت محمد البخيتي لأنه من أتباعنا، وهذا بشو من آل البيت. أنا ما اختلفناش في الآل، أنت قلت لأنه تبع إيران وحركة هذا. لا تصدقوا هذا. هيا ما رأيك أنت قلت شلينك سوق القات؟ أنا القات نعم عجبني أسوق القات، وعندما يأتي المقوت ويرفع الشعر بعد يترنجلوا. أيوة وبعدها إيش تقول لك؟ شوف أبصرت في ميدان السبعين كيف يتخضروا عندما يخرجوا وتمتلي هذه الملجأ وفي رواية الضجنة والأصح المطقع. احنا نشي تصير قدك متفهم ابسط في مدن السبعين كبن رنجهم كلهم. والرنج الاخضر يعني فعلا فكتم العراق وفكتم سوريا ولبنان. هذا الصرخة حق 2024. يا سلام احسن صرخة، انتم سرقتوها من عندنا. هذا الصرخة اخر. لا هي صرخة، هي اصلا من عندنا بدايتها، نفس الصرخة بس تحسينات بعض الشيء، نقصتوا اختصارات ما هي رسالتك؟ هل احنا بنطبق؟ انا رسالتي لليمنيين انهم يفتحوا حسينيات.
تجوا تتنفسوا فتحتوا حسينيات. كيف حسينيات؟ حسينيات تضربوا أنفسكم أي لطميات، تلطموا أنفسكم على الحسين وآله. أخي يا عارث ثم عليه يا الله صلوات الله على كل مدنه. هكذا. ومعنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. تبدو مستمتعا يا سيد علي وفي الأجواء اليمنية. أنا أرتحت للأجواء اليمنية والألحان اليمنية كما سرقتم الألحان العراقية وجعلتها. أنا أرتاح للفنان هذا اللي ذي فنان. من؟ حمود. حمود السمي. يا سلام. بندور راحتك وانت بتدور قهايا. هذا المفروض تكسبوه. هذا من الأصوات النادرة. ان شاء الله نخليه لحن الصرخة. يا سلام الصرخة. نايا ما ينفع. قد احنا على ما تدخلونا في هذه الحاجات. تفضل. قلت انا مثلما سرقتم الالحان العراقية وجعلتموها بكائيات على الحسين وادخلتم الموالات العراقية والاهازيق العراقية في خدمة اهدافكم التدميرية. انت اليوم مشرف لنا في صنعاء ومستأنس، وتبدو أيضا تريد أن تسرق الألحان الصنعانية والموالات الصنعانية في خدمة أهدافكم التدميرية. ألو، معنا اتصال. مهرجاني. أهلا وسهلا. طعمة الله على إيران وعلى اللي دخلها هنا. أخرج من بلادنا. أخرج يا هلا. مدجنين. ما قد مش فاهمين يا سيدي، لكن ذكر صحيح. نعرف من البداية إذا قال سيد مهرجاني هذا معنا. ومعنا اتصال. سلام عليهم. السلام. وش حالهم؟ كيف انت يا سيد علي؟ اهلا، معك سيدي علي. سيدي رحمة الله عليكم وعلى والديكم يا اصحاب ايران. شلك لك. وانا احب الاحتفاء الذي يحتفون به اليمن، يحتفون به اليمنيين. ومعنا اتصال. سلام يا قو. وعليكم السلام. بيتصلك. هو انا بين اقول انت من العراق ان انت تبع ايران. اي انا انت انتبعنا للحين. قبحك الله قبيحة في هذا الصور. انت تفعل دعاية للأملاحي يا ملعون. انا بين قصدي انك من العرق وانك طلعت ايراني نجس علي عندنا. ولا انجس منك يا. والله انك انجس من سبلة الكلب. يا حوثي، انت حوثي ملعون. ها حوثي. ها هذا شو بيسبني. ما مش كلهم حوثي. ها انت حوثي حالي. لا بس انا مسافر ما بجلس معاكم خيرا. لا نشيل تدور على من نسيت تعلمه عندكم. لا قد بيسبونا من ذي الحين وعاد احنا لا ساعه عندكم ضيف. لا حرام ما تبدي ولدتي خطوه جليس. لا حرام ما اعذر ما امشي. انت مجنون تشتو تفعلوني مثل ايرلو وتارلي لولو. لا ولا تقلق. انا احجز لي انا ما لي دخل. انا ما عاد بجلس عندكم. جلس عليك. بصير لا عاد شي اتصل يقول له اجلس انا اجلس. الو معنا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام. خلاص قول له يجلس عشان نكسر له كفه. مشاهدينا الكرام، نصل الى نهايه الحلقه وكما هم مرحبين بسيدي مهرجاني ومن خلال الاتصالات ومن خلال كل حاجه. والسلام عليكم ورحمه الله يا عيال الكلب.